شفنا لا خدمات هنا ولا مساعدات ولا منظمات ولا كل شيء ماكو هنا. يعني تقدمنا الذي رجعنا، لو كنا بالمخيمات اصرفنا. والله صار اشد اراضي داخل الاراضي اشد من اراضي على وحاني. اطلع المخيمات، ارجع المخيمات، يا شعب على الاقل مساعدات منظمات تجينا، فلوس تجينا هناك، هنا كل شيء ماكو هنا. صار سنتين وعم نفوت بالثالثه وكل شيء ماكو. طيب من الحكومه منظمات مساعدات مالتنا الطرق مالتنا تعملها الشوارع. ماكو كل شيء، لا خدمات ولا مساعدات ولا منظمات ما تجينا. اي شيء ما تجينا من هنا. حتى منظمات كملوا دول قبل ما تجينا تجول، هسه حتى منظمات ما عاد تجي. مساعدات ماكو، خدمات زي ماكو، كل شيء ماكو بالبلد هذا. رجع نرجع المخيمات اصرفنا احسن لنا. الدوار مفخخات ما شاء الله اشتغلت، نفس الحاله رجعت. لا خدمات، لا شوارع، لا مستشفيات، لا مدارس. يعني أنا عندي خمسة بالمدارس، لو كنت ظليت بذاك الجنب الإيجار والمدارس قريبي. هسه كلتها اشتراكات، هوني 50 وهوني 25، الماء عندهم مين يجيب؟ جينا رجعنا على بيوتنا، عمرنا بفلوسنا، تعالوا نعمر لكم. لا شوارع، تتمرض بالليل رجال يلقينوا سيارة بالشارع، ماكو كل احد، لا تطيق تضرب ابغى، لا كل شيء ماكو. القديمة ما بيها عمل، ما بيها عمل. ناس هلكاني مساعدات منعوها عن القديمة. الناس راح تهاجر من هوني او على ذاك الجنب او على المخيمات. بالمخيمات اخي الدكتور موجود، المستشفى موجوده، الفلوس موجوده، المساعدات موجوده. قال لك اقعد هناك اكل اشرب هذا وعيش انا. اي والله، لكن هوني ما حد عي ما لا مسؤول يجي، لا ابد لا اصرف. تسالوا تشاور المسؤول بس بوقت الانتخابات جا هوني شغلوا كم ورقه ومشي، بس المفروض ينتخبونه.